بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى مقالك إنما تحنكور كدونا أبليكيشن آن مهمو السلام عليكم أنا هاتك هر كانال كانوا صوب لكن بيرسونال أنا نهرونا وأرك أبليكيشن لا ميدا السلام عليكم أنا إلى قرب بناتي إن أنا بيسوق بيو أبليكيشن كم حلو يقنا إسكيدي رونتي وحفلين ودوان صوب حلو أبليكيشن كان وحنا عاونا يا رونتي وحيلا آن مهمو أبليكيشن كانوا حكا عاونا يا إن يعني عاد أوتوماتيكا شقون كقار تلفون كعوض عن إن ولي بشقون كونا عاونا شقون أين هذا كهار وبرن أبليكيشن كلا أو قبرية وي أوتوماتيكا أبليكيشن كان نجا عاونا يا مفرية أبليكيشن كانوا حنا عاونا إن فري مها إيو وحلا مدة أيس أوتوماتيكا ودرمان سؤالو كلا دي هذا بعند وقت كارا إن الفرين ودر توقف كارا أما هذا بعند وقت كارا إن الله هذا شقف كارا أي أبليكيشن كعاونا صاروا كلا دول بعند وقت كارا صاروا كلا ساعات مرتين تاتهاي إن يعني أبلي فرين كدرتو واتساب كارا أما فيسبوك أكون كارا أما أتصير يعني فرين عادي كدرتو تلفون كارا وعسى إس إم إس عادي درتو شخص كارا سلام كانا يعني ساعات كارا لقيا بيني كوبا نانتي حتى نسأل يا رفض كسوق هذا هذا يدوب هانت وقت جارة وأنا تهدو كلا إنترنت هين كتب الوسع كتب عادي تجدون توم ميل إنترنت يالو كتب عاد يعني كبقة تعمد كعب صوتين عاد يعني اللي ودفر إنترنت عاد درتو عم وحلا مدة أي أبليكيشن كان كاره هنا أبليكيشن كان سو أوتوماتيك ساعات يمرك جارو أيو فرين تدري يا وحيك قمنا هي سو أبليكيشن كان توم هم سنة هاي وحياله قمنا هي إنه سنة هين وحسة تصارو كلا أبليكيشن كان لو يقان سكيد وامد جارة أنا حدو بعندنا دو صاف كفرين كدرتو أما فيسبوك مسنجر كفرين كدرتو أما أتصم هو تلفون كاعج اسمك تساعد كفرين كدرتو أيكو قابنيا روتي بيرسونال ساعة كوريجي شيء ما أرجع أبليكيشن كهرو يقابنيا ما نفلا يو إنه شرا هذا بنتنا الأبليكيشن كان سكيد مهم كه يقابلين وديك سنة بين أين نقدن كسر هذا المقال كان ما أنت أبليكيشن وقال كأنه صار مكان صوم فرق صدنا ويسوي طبعا ممكن هو رسول حقوق الدنيا إن البرميشن أسسوي إنه تلفون كذا ما مر كرا أبليكيشن هذا كلا ما غيرون تستطيع كهاجية مال بعد تكسر صار سا no problem حقوق الدنيا لينك سيتينك إيه لو يقان accessibility تلفون كأ كدي واتصح سا that's all مكان ما هو وباهنا ينتصيو كدي بنكسر قبل سان أبليكيشن وحنا نكسر قبل مكان أبليكيشن كا تستينك كوسميني هذا صار تن أبليكيشن كان ساعات كوردي الشيء وحكيها لي تلفون كيجا في شرطن سؤاله قال هذا ضبها هذا استعمال سو واتساب بيزنس بيرسونال أنا وما استعماله وكوشة قيني هذا استعمال سو واتساب وكوشة قيني يا إس إم إس ساعات كوردي الشيء إيميل كنت حيلا عن آتكم من مولي حكم الإيميل إنه فرين جارة درك ريوخت جارة سؤاله قال هذا أنا يمكن إنترنت الحين وعاد ونها وركدي بإنترنت هي اللي كرسو إسق على أوتوماتيك ودرية أدق وقت أيادو قوانا سأكدب ودرية halkan waa call call caadiya buqof een waqti gaar ah diraya maqaruntu waa application absolutely yani aad muhiim ah hadba inta aan application ka main function iska soo gudbin hanto naas si overview ah inay application ka weeyna kadib aan doonayna soo furo section ka halkan uga muuqanaya sidan ayuu soo baxay application kan wuxuu si voluntarily u galiyay inaad account ka samaysato account waliba caadiyo online sala kale inaad samaysato account ad email ku samaysato maqa profile kaaga waxa halkan ka soo baxay halkan kale waa group inaad yani waxyaalaha qaar group is u samayso halkan kale waa pending waxyaalaha dirsami doona ee one hour kadib waqtigaad u qabatay diri doona halkan kale waa waxyaaluhu diray ee ku qabtay halkan oo kale waxyaaluhu awood waayay salaam kale dadtay fariin ka dir telefoonkaaga waqti ka gaar oo adigoo adeegsanaya sms oo telefoonkaaga saacada aanu sim card ku jirin waa file madrasa meesheen ognahay yaani fariin waxa u baahan tahay telefoonkaaga sim card ku jiro telefoonka kale loo dirayna telefoonkaaga uu haleeli karo oo la hadli karo deleted waa waxyaalihii inta ku qabsoomeen aad delete karaysay ama uu yagu ku qabsoomeen aad adigu delete karaysay halkan wax ku saabsan inta haday een application ka iyo background-kiisa sida lagu caawinayo dadka ku qabsto community-ga iyo tutorials sida application ka loo adeegsanayo halkan waxa dad account ku leedahay inaad iska xidho maqaruntii uma baahna minnayn inuu galo waa garansan hadda guest account ma isticmaalayo anigu account caadiya kadib si muuqaalka aan tusiyo un ayaan in guest account kan isticmaalaya hadda ma tan tagaan oo aad isaan ka wariyay sheega WhatsApp business telefoonka iyo kuma duubna aan doonayna inaan adeegsado salaam kale si aad ila aragtan WhatsApp caadiya ama baan SMS salaam kale aan doonayna WhatsApp ku lifto yaani waqti u sameeyo waqti aan doonayo fariintii inay baxdo salaam kale hadduu leeyahay February 1/2021 iyo saacadii uu leeyahay dal qow automatic bu saacadaha soo qabsay repeat inuu fariintan waqtiga kala diro salaam kale inuu diro waqti gaar ah hadana waqti gaar ah repeat inuu ku celiyo
وي هل تبص على هسه صوبتي ريبيت انه فرنتن اختي كلا درو صار قال انه درو وقت غاره هذا وقت غاره ريبيت انه كعلليو وي هل كان حوي انت انا درين كور مركا يدي ask me before sending ساعات بدو قونا ساعات ودر الهامرك غادو ايو انتو سندرين كورن يا فرنتي ادي مركي فرنتي ادي مركي يعني وقت كانو قباتي باندريا حد مدرا سوين سكدايا تن هادي اد اوكي تر هندن ودريا دي كلنا كمبليلي وچوچين يا فرنت مقا تاسو حكو عران دا دي اتسبت شوكلا او وقت غاريسي وقت غا هيدو نوابيكيشن كدرا اد كوالا عدو يعني ريسن قستفاه نقوتي ايو ايان قبليا هلقن سارة حقوش ايه تيم سلكشن ايو انفرميشن وقتك سادو قبصان لحيد سارة حقولي ايه امكالك نقول do not schedule two or more whatsapp messages at the same time و انفرميشن ممحقولي whatsapp لابا فرريموت او لابا شخصيوك اللي ديونا عدو درسو حاو مراكا وضاليقن سارك تان do not schedule معنى وقت ها شدل قرين او ما وقت ها وقبان two or more whatsapp messages لابا اما واحكا بدن المسج يوف وصابة at the same time وقت يسكونا تسوالك هل ممن هكا ديقنا واسكم ايدا هل تنساق لده or close to, an- to one another اما مد كلاها كوحورين ابلا اهريس انا بلا شجالين space in between your messages to avoid sending issues معنى كلتو دبو كلي سعلا دا يوحاد كو بريمتو نسغيلا لكن اقول لحكا هل يوحكو صابتين screen log يعني صار حوالي بليز set your screen lock to swipe or none معناها تلفون كاك واحد كده screen lock يسا swipe or none معناها هو تلفون كاك screen lock كحد سكريت كان ستارت دا auto sending on your behalf معناها قولي وقت application كنوح بلابيا auto sending انو automatic لشاقضو كو قبتو on behalf when asking me before sending is off for turn it on to keep the screen lock قولي هاي we cooker asking me before sending on gare meena to turn it on to keep the screen lock meena hada dimika and asking me before sending a turn off character u dir karaya laga di turn on at character oo telefoon kaagina screen lock ku xiranyahay sa ogtiin telefoonku screen lock ku xiranyahay wax application qofka iyo telefoonku interaction ma sameyn karaan telefoonku had gudaha u galeysa maqad password ka furto waxa aanu wax ugu leeyahay telefoon hadaad furto ask me before sending telefoonkaaga bila password ka dhig hadii aanad furina waa caadi automatic buu diraya halkan wax ugu leeyahay battery optimization oo ah application oo global application kan inuu mobile kaaga isticmaal karo battery gees isagoo mobile kaaga looga ku jira waxa jira application oo isticmaala sida applicationada mobile ugu muhiimsan sida Play Store iyo halmiida in yani telefoonkaaga looga ku jira inay shaqeyn karaan oo battery gaaga isticmaal karaan marka battery optimization oo furbuulay halkan qol kaaga warameeyagana information kooda marka halka aad ku fadhiisaa change battery optimization isaga ku geeniya kadib on ayada raas adaba saarkan halkan halkan aan imaanno oo halka adaba saar u dooranaya qofka su'aal qor waxaan doonayaa si live inaynu aragno aniga qofka soo dooray halkan aan kali garaynaya marka kadib wuxuu ugu leeyahay halkan information buu siinayaa marka adigu wada akhri aan wada ma doonayna wada akhri madama aan doonayn muqaalka aanu ugu dheeraan halkan qor wuxuu ugu leeyahay please tap on contact name to select ugu leeyahay qofka soo kali gara back hadaa tirahaynaa moodin qofkiina inaanu ku doornay buu ka hadlayaa marka dabcan WhatsApp kii aadiga ah baa furmay application kii mekaaniga kala dambeeyay weey in application is coming card being gone maad saarta WhatsApp kii baan ku jiraa xogtan oo dhaw qarsoon tahay maadaama oo tahay qof walba og yahay inay arsmaha personal gaaga tahay ma dhamaan wada xir galay hal qof baa idin muuqanaya oo ah qofkan halkan ku qoran saad aragtaan isagana lambarkiisa waan qariyay profile-kiisa waan arkaysan wuxuu ka mid yahay waa shakhsi dadka kana ku taxan ka mid ah oo dhanka WhatsApp ee wuxuu ka mid yahay waa shakhsi dadka kana ku taxan ka mid ah oo dhanka WhatsApp ee kala soo hadlay baqa hadaan ku dhufto qaabkan lambarkiisu soo baxaya saada halkan aragtaan lambarka qofka ayaa ku qoran iyo WhatsApp-kii lambarkiisa iyo wixiisa baqa dabcan lambarkiisu ka qorsoon yahay madoonina sidoo waa arin qof kale ka inaanu ilaaliyo xogtiisa maqaalku wuu dooran yahay saada ogeydeen maqaal laba qof iyo saddex qof baa dooran karta doesn't matter in number inta qof aad baan saarta group dhan baad mar dooran karta halkan qol waxaan dooneynaa hadaba farriinta ku qoro saalo kala iska waraman qoraya ama eray kale ugu qorno assalaamu calaykum magan qoro sanu subaxo halkan oo kala waqtigi baan u qabanaya shadal salo kala handoonaya fiber wari saaragtan halkan oo kala calendar buu saaray marka code fiber wari salo kala handoonaya 12 ka fiber wari
labada February 2020 sanadka soo socda wareefa time adiga xurwa waanu ma doonay waa for demonstration baan sameynayaa kowda February baan doonay ma doonay wax changes ku sameyn saacada ratan wuxuu soo qabsaday 11 pm marka waan bedelayaa salaanka waxaan ka dhigayaa 9 am waqti YouTube la okay waqti kan oo kale xalayaa repeat ku celcelin wuxuu igu leeyahay ku celceli hourly halkii saac uu mar u dir daily maan walba fariintan dir weekly weekly baa walba dir monthly bil walba dir year maqa repeat dabcan actual messages uma baahna wax repeat laakiin haddii aad ugu baahantahay inaad samayso waad ku celin kartaa because of the wax la doonayo repeat in different message aad qof u dirto laakiin same message inaad qof ku celcelisaa mina way adag tahay inaad u baahato marka repeat haddii aad u baahantahay waad karigaysaa tikal inaad ku tal halka ask me before sending option kana muhiimna maqulad tahay waad ka walaaci kartaa fariintan inaad dirto haddii kula tahay ha tor ayna sax haddii ina kula hayna tabac fur marka inaad decision ka qaadato haboon inaad notification-nada la ogaato oo tusaale oo kale haddii aad kuwan ogtahayn hadda idin wada akhriyay oo aad ka fikirto haddii aad u baahan tahay ask me before sending haddii kale iyo haddii aad ask me before sending isticmaalaysa relation sameynayana inaad la eegto ayaa muhiim ah kadib waxaad oranaysaa tik halkan aad taxaysaa halkan kadib taasi saas ayay kugu deysay oo wuxuu sugayaa in waqtiga la gaadho una helo tusaale kale fariinteedan hadda whatsapp waxay u baahan tahay internet because waad ma helin ma diri karayo fariinta uu diraya laakiin fariintu ma gaadhiso qofkii waa muhiim arrinkaasi tusaale kale whatsapp qadaan imka waqtiga la gaadho aanan internet isticmaalin fariinta uu diraya sida taqaanay whatsapp haddaad adigoon internet ay fariinta qofkii gaadhisaa maqaamka fariintan anyway haddii ay waqtiga gaadho way dirsamaysaa marka uu horeysaan internet ku xidhmana qofka fariintaas waa gaadhaysaa maqaarunta aanu saada aragtan fariintan ma doonayay inaan tii diro waa demonstration in yacni aan ku soo bandhigno tusaale oo kale aynuun u qaadano maqa anigu back ayaan odhanaya weere waxaan samaynayaa qofkan ayaan kala garaynaya waan masaxayaa saada aragtan qofka sa dad u baahantay inaad iska bedesho lambarkiisaad ku dhufanaysaa kadib halka yaro balaaskaabaad ku dhufanaysaa fariintana waa iska baabinayaa kadib back ayaan iska odhanaya wuxuu igu leeyahay miyaad ka noqonaysaa anadoon doonayn yes baan leeyahay wuxuu igu celinaya waa lamid si lamid abaad application kuwan oo dhanna waa adeegsanaysa maqaad aanu whatsappkan unbaan dee aasa example ugu soo qaatay laakiin adigu dhammaan kuwan kale oo dhanna waad isku dayi kartaa waanad samayn kartaa maqaar runtii adiga ayay kula tahay inaad ku kala tishaabisan waa same isku si ayaa loo gelaya maqaar runtii muuqaalka intan ayaan ku kobsanayna waad qarin kartaa applicationada adoo halkan ku dhufanaya tusaale kale iconka halkan ku yaala hadaan ku dhuftana wuu soo saaraya hadaanka halkaa ku yaala ku dhuftana wuu qarinaya maqaar runtii ma doonin in muuqaalku inagu dheeraado intan ayaan muuqaal ku kobsanayna waxay ilatay muuqaalku inagu dheeraaday maqaafadna haddii ay markii kugu horreysa aad kanalka soo booqatahay tahayna inoo subscribe kare haddii aad inuun muuqaalkan ka heshay ama aad ka faa'iideyna inoo la gare haddii jirtaed aad ogtahay oo muuqaaladan ka heshana la wadaagsa inoogu soo xulmaan intaynu muuqaalkan ku kulmi doono waxaan idin rajaynayaa khayraado fara badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.